ابن دقيق العيد رحمه الله قال في شرحه للأربعين النووية في شرح هذا الحديث، قال: القلب للجسد والجوارح كالأمير للجنود، القلب للجسد والجوارح كالأمير للجنود، فإذا انصلح شأن الأمير انصلح شأن الجنود، وكذلك القلب إذا انصلح أمره وشأنه انصلح أمر الجوارح. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورب العزة والجلال قال في القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى على إبراهيم عليه السلام، ومن ضمن الثناء قال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فلذلك انت تهتم بأمر القلب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، في رواية: ولا إلى أموالكم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شكيت تهتم بأمر القلب. قال ابن القيم رحمه الله: وأما مفسدات القلب الخمسة فهي كثرة الخلطة، مخالطة الناس في غير طاعة الله، ومخالطة الناس في المعاصي. زي كثير من الناس الليلة تلقاه يمشي الأندية شغال كشتينة وضمنة ويحضر في الأفلام، واحدين تلقاهم مخالطة في حفلات، يقول لك ماشي الحفلة الفلانية ليه؟ يقول لك يا أخ والله بتريحنا شوية. هي لا بتريح ولا شيء، هي بتضايق زيادة، لأنه الله قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. فإخالط الناس في معصية الله تعالى. اثنين، قال من مفسدات القلب الطعام، لمن تأكل حرام ولا تسرف في الطعام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فهذه قال لك بتفسد القلب. ثلاثة، قال النوم، تنوم عن الصلاة المكتوبة وعن صلاة الفجر وتكثر من النوم حتى أنك لا تعبد الله تعالى العبادة التي ترجو بها رحمة الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته والعلو في درجات الجنة إلى غير ذلك. أربعة، قال ركوب بحر التمني، مؤمل أمله طويل، ولا الموت كيف؟ يقول لك الموت آه صحة تمام وعاملين حسابنا، الزلط كان ما وزناه كويس ما بنقطع، والحمد لله أكل ما نظيف ما بناكله، وأي شيء أسباب بتاعت الموت دي بعيد بعيد. وشباب موت ده، شوف عمك فلان وعمك فلان، هذا الحسن البصري قال رحمه الله، قال: يا معشر الشيوخ، الناس الكبار في السن، ماذا ينتظر الزرع إذا نضج؟ الزرع لما ينضج بينتظر شنو؟ قالوا: للحصاد. يا قال لو انتوا لنا الكبار، قال لو انتوا قربوا يحصدوكم يعني قربتوا. قال ثم التفت إلى الشباب وقال: قد تصيب الآفة الزرع قبل أن ينضج. الشباب برضو في خطر، لذلك انت ركوب بحر التمني ده يفسد القلب. قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. خمسة، قال من مفسدات القلب التعلق بغير الله. لسه نحن كلام إبراهيم الخواص ما جيناه، وبعدين بنختصره لأنه الزمن إن شاء الله تعالى. قال التعلق بغير الله ده بيفسد القلب. وابن القيم رحمه الله قال: وما من أحد أنت تحبه
غير الله تعالى محبة، أي محبة معصية، قال: إلا ونفره الله عنك، فكلما تعلق قلبك به نفر الله قلبه عنك. شكل يبعذبك واحد، انت تلقى يغني كورك في الشارع، يغني براو مالك انت ولك القلب، القلب والزول الشغال به وبعيد زول، سواء كان ذكرا او انثى الى اخره. فلذلك ابتلاء التعلق والمحبه الزائده بتصل درجه الى درجه الشرك بالله تعالى. لك فلان ده انا بحبه، ايوه كويس، ها وتاني والزول ده انا ما برضى فيه، كويس، بعد شويه يحبه 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 محبه غلط، لحد يصل درجه قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. واتبعوا دل الكبار، اتبعوا الصغار، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس كما يروى عنه رضي الله عنهما: أي أسباب المودة والمحبة التي كانت في الدنيا. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، كرة كرة يعني رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شكلي عدي ابن حاتم رضي الله عنه لما أنزل الله قوله، ذا كان من أهل الكتاب وأسلم رضي الله عنه من الصحابة، لما أنزل الله قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: يا رسول الله ما عبدناهم، ما اتخذناهم أربابا من دون الله، قال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. انت العبادة دي ما إلا تقول ده زي الله، ما بزول هسه بقول يا أخي الناس اللي بيعبدوا الأصنام ما بقولوا أصنامنا دي زي الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقالوا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، في سورة يونس، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وعارفين أي شيء عند الله، ديل بيقربونا لله، الله كفرن، الله ما داير وصايد من الخلق، وإنما يريد من العبد أن يتوجه إليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الليلة المحبة دي موجودة، زول تقول لنا نادي الله سبحانه وتعالى، ما تنادي إبراهيم عليه السلام، لك كويس، نادي الله سبحانه وتعالى، ما تنادي داود عليه السلام، أقول لك كويس، نادي الله سبحانه وتعالى، ما تنادي جبريل عليه السلام، يقول لك كويس، تقول له نادي الله، ما تنادي البرعي، ما تنادي المكاشفي، ما تنادي الكباشي، تلقى يهيج ويهيج الناس معه، يقول لك أها جاب الجماعة، أنت ما جابوا لك الأنبياء ما لك ما زعلتها، لكن لأنه عنده محبة غطت على عقله وعلى قلبه وجعلته لا يميز الكلام، ده ما نبز ولا شتيمة، نادي الله ما تنادي فلان، دي نبز. وين النبز؟ النبز غيروه، ده بيات لغة نبز، نادي الله ما تنادي فلان، انت رضيت يقولوا نادي الله ما تنادي جبريل، ليه ما ترضى لما يقولوا نادي الله ما تنادي البرعي؟ لكن لأنه في تعظيم وتقديس وغلو في هؤلاء الناس، والله الذي لا إله غيره، إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، دي يقول البرعي في كتابه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، قل قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. والله يقول في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فأي زول عنده عقيدة في غير الله ده قلبه ما سليم. قال تعالى إنما المشركون نجس. نجس المشرك لو شالوا من أضانه ومن راسه دخلوا البحر الأحمر، مرقوا النيل الأبيض النيل الأزرق، غتسوا بغادي المحيط الأطلسي والأطلنطة والأين وأي شيء، دخلوا في ترعة في جردل في كورة في كوز، في النهاية ما بينضف. والله يغسلوا بفنطاس ما بينضف لأنه نجاسة جوا. عشان كده الله قال كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على شنو؟ على الأفئدة. ده محل المرض، النار بتجد اللحم والعظم وتخش جوا للشرك في القلب. عشان كده في سورة المائدة قال الله تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إبراهيم الخواص رحمه الله قال دواء القلب خمسة، وما بفصلها كثير لأنه الزمن مشى. قال تدبر القرآن. شفت لو داير قلبك ده ينصلح تدعو الله أول شيء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. تدعو الله ينظف لك قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بعدين تقرأ القرآن تتدبره، تمر بسورة يوسف عليه السلام تتدبره، تدبر القصة دي قصة جميلة جدا. تمر بقصة موسى عليه السلام مع فرعون تستفيد منها، تمر بقصة آدم عليه السلام مع إبليس تستفيد منها، تمر بالقصص بالأحكام بالآيات في وصف الجنة في وصف النار تستفيد وتتدبر القرآن ما تقرأ ساي. ده بيصلح القلب. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اثنين، قال تدبر القرآن، قال ومجالسة الصالحين. والصالح الزول العالم الذي يعمل بعلمه، مش الصالح ده اللي يقعد في غرفة ولا شايل له حاجة كركر، صالح ده ما إلا يعمل كذا، إنما الصالح الذي يكون متعلما عاملا بعلمه ده الصالح. زول عادي ساي مهندس دكتور عادي من عوام الناس لكن مستقيم ده بكون تمام. ثلاثة، قال وإفضاء البطن اللي هو الصيام بيصلح القلب. أربعة، قال وقيام الليل، صلي بالليل ده بيصلح القلب. خمسة وأخيرا قال والتضرع عند السحر، تقوم وقت السحر تتضرع لله تعالى. دي كلها من الأشياء التي تكون سببا في إصلاح القلوب، وبهذا ينجيك الله تعالى برحمته سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.